برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. هنا يقف أكثر من 400,000 بعزيمة من حديد على باب الفرج، متضرعين إلى الله أن يفتح عليهم باب النصر، صامدين صابرين متشبثين بمدينتهم عاصمة الثقافة الإسلامية. اختاروا أن يبقوا في مدينتهم محاصرين، لا يهابون القصف والتجويع والدمار. ففي 4 أعوام لم يستسلم نظام المجرم المدينة من براميل وصواريخ حقده، يشاركه إجرامه الاحتلال الإيراني والروسي، همهم حصار وقتل المدنيين العزل. وتخرج الأمم المتحدة في تالي أيام الحصار متنصلة من مسؤولياتها في حماية المدنيين، داعية للعالم لتهجير الأهالي وإخراج السكان من المدينة. هي حلب شامخة بقلعتها، متباهية برجالها، يشهد تاريخها بعراقتها وأصالتها، وبإذن الله هي الرقم الصعب في كل المعادلات. ستبقى حلب وسيزول النظام، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أعزائي المشاهدين، سعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالسيد المثنى الشيباني، عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي لمدينة حلب عن الإدارة المحلية. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. كما نرحب بالسيد ياسر كور، عضو المجلس المحلي لمدينة حلب، المكلف في مسؤول ملف الطحين والأفران حاليا في المجلس المحلي. نرحب بك سيد ياسر. أهلا وسهلا سيد المثنى. لدى مجلس المحلي مدينة حلب حجم لا بأس فيه من الآليات، ما دور هذه الآليات في ظل الحصار التي تعاني منه مدينة حلب، وكيف ستشغلونه في ظل شح المحروقات؟ طبعا مجلس المدينة مجلس خدمي بالأساس، لديه مهمات خدمية يقوم بها من عملية نظافة، موضوع خدمة المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى أمور أخرى مدنية تهم الناس. هذه الآليات فعلا تحتاج لكمية من الوقود كبيرة في كل شهر. نحن في مجلس المدينة اتخذنا قرار من بداية الأسبوع بتخفيض العمل وتخفيض استهلاك المحروقات في المجلس بنسبة 50% للمحافظة على المخزون الموجود. نعم. طبعا سنعمل بخطة طوارئ لفترة بناء على المستجدات، ممكن أن نعدلها، ممكن أن نزيدها، وممكن أن ننقصها. طبعا المخزون لدى مجلس المدينة هو بالأصل مخزون لأمور الخدمات، لآليات المجلس وغيرها، لكن في ظل الواقع الحالي قد نعدل في الخطة بناء على المستجدات، قد نضطر إلى إيقاف عملية التخديم بالآليات، قد نقوم بعد فترة بعملية الترحيل القمامة عن طريق العربات وبالطريقة اليدوية للحفاظ على المخزون لاستخدامه في أمور استراتيجية وأهم، كموضوع تشغيل الأفران، كموضوع تشغيل الآبار لمياه الشرب وغير ذلك. سيد ياسر، هل لدى مجلس محلي مدينة حلب مكتب زراعي؟ نعم، يوجد لدى المجلس المحلي نواة لمكتب زراعي. نعم. قام مؤخرا باستحداث وتعيين عضو مطر لهذا المكتب، وتم جلب بعض الإبزار، وقام بتجربة على مطلع فصل الصيف، وقام بزراعة عدة مزروعات بالخضروات الزراعات الصيفية، وتم الحصول على نتائج جيدة من هذا المشروع. ولكن في ظل هذا الحصار يعمل المجلس إلى تجهيز المسطحات بشكل أكبر، ويسعى إلى تأمين إبزار لمواد أساسية في الزراعة كالبطاطا والحنطة،
والعمل على زراعتها لتأمين مخزون غذائي جيد خلال الفترة القادمة. طب في حال أحد الناس أو أحد المواطنين يرغب في الزراعة، هل لدى المجلس محلي بذار ممكن يقدمها أم الأمر محصور في المنظمات؟ نعم، في الوقت الراهن يتوفر لدى المجلس بذار ولكن الخضروات فقط. نعم. بالنسبة للمواد الأساسية كالبطاطا والحنطة يعمل المجلس على تأمينها في المرحلة القادمة. في إدارة الأمر الزراعي واستثمار المناطق الزراعية في منطقة في مدينة سكنية مثل مدينة حلب، هل تمتلكون كمجلس محلي دراسة مفصلة عن الأماكن التي يمكن استثمارها للزراعة؟ يعني هل أحد المواطنين في حال راد يبادر في زراعة المناطق وراجع مجلس المدينة، هل ممكن يرشده للمناطق اللي ممكن يستثمر في مدينة حلب؟ نعم، قام المكتب الزراعي تم استحداثه بمسح المسطحات الزراعية ضمن المدينة وجردها والعمل على تأمين فرق تطوعية للعمل بها والمباشرة ضمن الموسم الذي يصادف انطلاق العمل بهذه المسطحات. ولكن بالمرحلة السابقة عمد المجلس إلى تجهيز بعض المسطحات على مخلفات الدمار الذي تركها النظام عن طريق جلب بعض الأتربة من أطراف المدينة وتسويتها وتجهيزها وزراعتها، وتم هناك عدة تجارب في عدة أحياء وأعطت بعض المنتجات وتم توزيع الخس وبعض الخضروات على الأهالي وكان هناك يعني تغطية كاملة للحياة من ضمن هذه الخضروات. نعم. أعود للسيد المثنى. سيدي، حاليا كم ساعة تداوم في مجلس مدينة سواء الأعضاء أو الموظفين؟ بالنسبة لدوام الموظفين على حاله، طبعا الموظفين يقومون بالدوام دوام المجلس من 8:30 حتى 2:30. الموظفون ملتزمون عدا عن بعض الموظفين الذين كانوا خلال فترة العيد خارج المدينة ولم يستطيعوا الدخول بعد العيد، لأن الحصار كان مباشرة بعد العيد. بالنسبة لأعضاء مجلس المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي، طبعا هناك استنفار، هناك دوام لفترات وساعات طويلة، هناك ورشات عمل، هناك لقاءات تتم إن كان ليلا أو نهارا، ونحن جاهزون ليلا ونهارا لسد أي ثغرة وللعمل في أي مجال. هل كل أعضاء مجلس المدينة موجودون حاليا في مدينة حلب؟ طبعا ليسوا كلهم موجودون، وأحيانا يعني بعض الأشخاص قد تكون لديهم مهام أولى أو مهام أيضا لخدمة المدينة في خارج المجلس، لكن هناك بعض الأعضاء وبعض قد يكون بعض الأشخاص يعني لديهم عمل آخر في مجال التربية في مجال التعليم خصوصا في فترة امتحان حاليا أو بعمل رباط أو أي أمر آخر فيكون لديه عمل أهم. نعم. لكن الأخوة الباقين يقومون بالعمل إن شاء الله ويسدون كافة الأمور. المجلس المحلي، المجالس المحلية عموما تكون هي الواجهة المدنية للمدن أو البلدات أو كذا، بتقديراتكم ما هي المجالات التي كمسؤول مدني في هذه المدينة، ما هي المجالات التي فعلا لدى المجلس المحلي القدرة على تغطيتها في ظروف الحصار؟ طبعا أهم أمر هو إدارة الموارد، والكل مجمع حاليا على أن مجلس المدينة بصفته كمجلس منتخب كمجلس خدمي هو الأقدر، وبكفاءات الموجودة فيه هو الأقدر على قيادة هذا الأمر. حاليا مجلس مدينة هو خلية عمل في كل الأمور الخدمية وبكل الأمور التي تهم المواطنين، نعمل على كل المجالات. هناك كما ذكر السيد موضوع الطحين والخبز، والتنسيقات عالية جدا وإن شاء الله قريبا ستكون حيز التطبيق اعتبار من الأسبوع القادم. موضوع ضبط الأسعار كما ذكرنا ومنع الاحتكار كذلك، موضوع العمل الزراعي أيضا نعمل عليه وخصوصا استجلاب بزار للمحاصيل الاستراتيجية. فإن شاء الله نحن نحاول تقديم ما باستطاعتنا للمواطنين. طيب سيد ياسر، لدى مجلس المدينة في أحياء حلب المحررة مجالس أحياء وهي تتبع لمجلس المدينة، حاليا في ظل الظروف التي يعني يعاني منها الناس سواء الظروف المادية أو الظروف المعنوية، هل مجلس المدينة يعي أو يقوم باستثمار مجالس أحياء لتقوم بدورها بين الناس برفع المعنويات لدى الناس، كما ذكرتم أنكم بحاجة فرق تطوعية، هل يتم تفعيل مجالس أحياء في هذا السياق؟ نعم، تبع مجلس المحلي حلب سياسة تشاركية في العمل والاعتماد على مجالس الأحياء كزراعة للمجلس ضمن الأحياء.
وهناك استجابة بنسبة 90% من مجالس الأحياء والعمل على تلبية حاجات الأهالي ضمن الأحياء، بالإضافة إلى القيام بالأعمال الخدمية ضمن الحي كأعضاء مجلس حي. والسعي في شيء أمثلة عن الأعمال اللي عم يقوم فيها الآن مجالس أحياء بالتشارك مع مجلس مدينة على الأرض مع الناس لتقديم يعني الناس؟ نرجع لموضوع الزراعة. عندك على سبيل المثال مجلس حي المعادي من أحد الأحياء اللي عمل على إقامة المسطحات. نعم. بالإضافة إلى حي المغير يقوم بتشكيل فريق تطوعي يعمل ويساند عمال قطاع التابع لمجلس المدينة. نعم. بحي بستان القصر والمغير، بالإضافة إلى عدة مبادرات وعدة نشاطات يقوم بها أعضاء مجالس الأحياء ومجالس الأحياء بشكل كامل لخدمة المدينة والمجلس. هل في حال كان هناك مبادرات من شباب تطوعية، هناك من في فريق المجلس من يستقبل هذه المبادرات ويوظفها في ظل ظروف الحصار الحالية؟ للأسف المجلس يعني ثقافة التطوع ما كان عنده إلمام وإدراك لها بشكل كبير. نعم. ولكن بالوقت الراهن بظرف الحصار اللي تعاني وربما تعاني بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لابد من وضع سياسة جديدة لاستيعاب كافة المتطوعين ضمن المدينة. عودة السيد المثنى، سيدي هل هناك تواصل مع منظمات دولية سواء الأمم المتحدة، الهلال الأحمر أو ما سواها من منظمات دولية للقيام أو لتحمل مسؤولياتها في ظل العقاب، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام في مدينة حلب وفي معظم مناطق سوريا؟ أكيد هناك تواصل. طبعا كما ذكرت في البداية كخطوة أولى أصدرنا النداء العاجل الذي هو النداء ليضع الكل العالم أمام مسؤولياته. طبعا النداء تم إصداره باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشره على نطاق واسع ووصل إلى كل المسؤولين في العالم. وحاليا السيد رئيس المجلس أستاذ بريتا هو موجود في تركيا ويقوم على عمل كبير بالاجتماع مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة التي تهتم بالشأن السوري وبالقضية السورية للوصول إلى حلول تتناسب مع ما يتطلبه الشعب السوري. هل هناك الآن الحصار، نحن كما ذكرنا في اليوم السادس وهو مقدم له من سنتين، قبل هذه السنتين هل هناك وعود رسمية لإغاثة الناس في هذه الظروف أم حتى الآن هي مجرد تواصلات؟ حتى الآن مجرد تواصلات، لم نصل حتى لدرجة الوعود. والأمر صعب، يعني الطريق مغلق، الطريق مرصود ناريا، الطريق مرصود من ناحية القصف إن كان من الأرض أو من الجو. الأمر يحتاج لعلاج سريع، الأمر يحتاج لضغط كبير، الأمر يحتاج إلى يعني تدخل من مسؤولين كبار. نعم. لإجبار النظام على فتح المعبر، على فتح الطريق. سيد مثنى، لسوريا عامة ولحلب خاصة أبناء موجودين في دول اللجوء، دول الجوار أو في مختلف دول العالم، هل استجابة وتواصل أبناء سوريا في هذه الظرف على مستوى الحدث، هل هناك تواصلات، هل هناك إغاثات تلبي احتياجات الناس؟ طبعا هذا أكيد من بداية الثورة هناك من اضطرتهم ظروفهم للخروج أو للنزوح أو للسفر خارج حلب أو خارج سوريا، أو كانوا مقيمين في الأصل في خارج سوريا. هناك عدد كبير منهم كانت لهم أيادي بيضاء، كان لهم جهد واضح داخل المدينة من كل الدول الموجودة، وهذا على صعيد الأفراد أو على صعيد مؤسسات أو على صعيد نقابات مهنية أو على صعيد أخرى. هل هناك من تفاعل معكم الآن في ظل هذه الظروف كاستجابة لهذا الحدث؟ يعني حتى الآن الاستجابة يعني بطيئة أو غير واضحة. يعني نحن نخشى ما نخشى أن الناس تبرمج على أن الناس موجودة في محاصرة ويتم تناسي أو عدم الاستجابة بما يتوازى مع الحدث. هل وصلنا لهذا الواقع؟ أم هناك من يعي خطورة الواقع، خطورة وجود 500,000 في مدينة حلب؟ هناك من يسعى لتهجير هذا السكان؟ هناك من يسعى لتفريغ المدينة من ساكنيها من أهاليها؟ هل أبناؤنا من اضطرتهم ظروفهم لمغادرة المدينة أو لمغادرة سوريا يستجيبون ويعون ذلك؟
بالتأكيد هناك من يعي ذلك، لكن حتى من يعي ذلك ويعرف المتطلبات أو الأمور الواجب عملها، الأمور صعبة حاليا، يعني في ظل انقطاع أو محاصر حصار حلب وانقطاع الشريان الوحيد الذي يمد المدينة، يعني في أي طريقة سيتم المساعدة؟ فالأمر صعب، الأمر يحتاج لجهود كبيرة لفتح طرق لإيجاد آليات لإدخال المواد ممكن عندها تحدث الاستجابة. عودة السيد ياسر، سيد ياسر حاليا هناك شح في المحروقات، هل في حال توقفت وسائل النقل الداخلي لدى المجلس المحلي خطة أو قدرة على تشغيل وسائل نقل للمواطنين؟ بصرف النظر عن هذا الأمر تقريبا شبه مستحيل، ولم يعني ما كان في أي خطة لحسمان هذه العملية، كان ممكن نستعين بالدراجات الهوائية لجلب كميات كبيرة لزيارة تنقل المواطنين ضمن المدينة، ولكن ما تم الانتباه لهذا الأمر بشكل دقيق، ورغم هيك لسه عنا أمل إنه المدينة ما تتحاصر، وعنا أمل إنه الشباب السوريين المغتربين بكافة بقاع الأرض إنه يتحركوا أمام الأمم المتحدة، أمام سفارات الدول التي تدعي صداقة الشعب السوري، وإنه يفعلوا شيء كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي للتحرك بصورة جدية ومنع حصار مدينة فيها أكثر من 400,000 نسمة. إذا يعني الأمر يعني يحتاج تكاتف الجميع حتى فعلا حتى الناس تقدر يعني تتعامل مع هذا مع هذه المعطيات الجديدة على الأرض. طبعا احنا كهدف أول استراتيجي كيف تفك الحصار أو تزيح هذا الحصار عن المدينة، في حال لم يتم الاستجابة راح يكون الهدف الآخر هو آلية كسر الحصار. كسر الحصار ومقاومة الحصار. سيد مثنى، الناس ذكرنا مواضيع الطحين، ذكرنا عدة مواضيع، هناك أمور طبية، هناك أمور واقع التعليم، واقع الكذا، هل لدى مجلس المدينة تواصلات تنسيقات لإدارة هذه الأمور؟ طبعا في جهات طبية هي مسؤولة عن الأمر الطبي، ويتم التنسيق معهم والإشراف على عملهم من قبل المكتب الطبي الموجود في مجلس المدينة، وضعوا خطط، لديهم موارد، الأرقام ليست لدينا أو المعلومات، لكن المجال الطبي لديه إجراءاته. جميل. أنا صراحة سألت هذا السؤال لمهد للتالي، عملية إدارة الموارد ومركزية إدارة موارد ترشيد موارد هو أمر جدا هام، لكن قد هذه الجهود لا تأتي أكلها في حال لم يكن وعي لدى الناس لكيفية استهلاك هذه الموارد، هل هناك إمكانية إطلاق حملات توعية تنبه الناس وتوعي الناس لكيفية إدارة هذه الموارد، استهلاك هذه الموارد؟ طبعا هذه النقطة مهمة جدا، شكرا لك على طرحها. نحن في مجلس مدينة في اجتماع الأمس كلفنا المكتب الشؤون التعليمية والاجتماعية بوضع خطة خطة توعية خلال 3 أيام سيتم إطلاقها، على الجميع تحمل مسؤولياته بدءا من المواطن وانتهاءا بأي شخص في أي مفصل كان. نحن نحتاج لثقافة للتعامل مع الحصار، هذه الثقافة يعني تعتمد على كثير من الأمور، تحتاج لسوية إيمانية وسوية أخلاقية، تحتاج لوعي الناس بمفهوم الإيثار، تحتاج لمعرفة الأولويات التي يجب أن يقوم بها المواطن في عدم الجشع، عدم الاقتتال للحصول على المواد. إن شاء الله ستنظم الأمور، وإن شاء الله سيصل الموارد الموجودة ستصل لكل مواطن ضمن المدينة، لكن نحتاج لثقافة للتعامل مع هذا الأمر، والخطة إن شاء الله خلال يومين ستجهز بإذن الله تعالى. سيد ياسر، هل هناك خطط لزيارة الناس، للقاء مع الناس في الأحياء؟ مجلس المحلي بشكل دائم كان يقوم بعض الأعضاء بزيارات ميدانية لمجالس الأحياء والأحياء والمشاركة بالمناسبات الخاصة والعامة، وهذا أمر طبيعي لتعزيز دور التمثيل لأعضاء المجلس المحلي وللمجلس المحلي اللي
المكون الأساسي اللي هن الأعضاء اللي هن ممثلين عن هذا المجتمع. فهناك بعض الأعضاء يقومون بدورهم بشكل جيد ويعملون زيارات ميدانية إلى الأهالي ومجالس الأحياء. طيب لو سألنا بطريقة أخرى، مجلس محلي مدينة حلب منتخب من هيئة عامة مؤلفة من 140 شخص، في ظل ظروف الطوارئ ألا يمكن تفعيل أعضاء الهيئة العامة للقيام بأدوارهم تجاه مدينة حلب؟ وهل هم جميعهم موجودين حاليا في مدينة حلب؟ للأسف الهيئة العامة مشكلة من زعام، وضمن هذا العام تم عدة تغييرات وعدة انتقالات ضمن الهيئة العامة المشكلة مجلس محلي. إذا أردنا نحسن أعضاء الهيئة العامة ربما لا يتجاوزون ربع الأعضاء ضمن المدينة، يعني حوالي 40 شخص لأقل. أتوقع أقل. نعم. وأغلبهم يعني مرتبط أو ملتزم بعمل ما. ربما إن استمر الحصار يكون هناك تفرغ والالتزام بأعمال يأخذون على عاتقهم من قبل المجلس. سيد مثنى، في ختام هذه الحلقة والمحور الأخير، ما هي الرسائل التي توجهها لمدينة حلب، لأبناء مدينة حلب في الداخل في الخارج، إلى السوريين بشكل عام؟ باختصار أحب أن أقول للمواطنين ولكل المتابعين وللعالم، نحن أصحاب حق. نعم. وبإذن الله صاحب الحق لن ينكسر وسننتصر بإذن الله، لكن ما نمر به هو امتحان وابتلاء واختبار. ونحن على مدى سنوات الثورة الخامسة ونحن في السادسة ولا ندري كم تطول، أكيد لدينا مررنا بتجارب كثيرة ويعني مررنا بمراحل كثيرة. في كل مرحلة لها متطلباتها ولها أولوياتها ولها طريقة للتعامل. أهم شيء في هذه المرحلة هو الصمود. بقدر صمودنا بقدر ما نستطيع تحقيق أهدافنا. الصمود هو أمر أساسي ومفصلي، وهذا الصمود يعني له متطلبات من الصبر، من التعامل الجيد، من استيعاب الأمر. إن شاء الله الأمور جيدة، مخزونات من الأمور الاستراتيجية موجودة وإن ليست بكميات كبيرة لكن تكفي لفترة طويلة إن رشدت بطريقة واستعملت بطريقة جيدة. وإن شاء الله نحن سائرون على الدرب الذي اخترناه حتى ننتصر. نعم. سيد ياسر، ماذا تقول لأبناء حلب؟ نحن بإذن الله نحن موجودين معهم وبقيانين هون لخدمتهم وتحقيق العدالة بالخدمة وخدمتهم بشكل أمثل، ولابد إحنا قضيه حق بالنتيجة هاي بلدنا، ولابد إنه نبقى ونصمد ونحميها، وأكيد المستقبل مشرق وأكيد أولادنا رح يقطفوا ثمار هاي بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أشكر السيد المثنى الشيباني عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي مدينة حلب عن الإدارة المحلية. شكرا جزيلا سيد المثنى. كما أشكر السيد ياسر كور عضو المجلس المحلي مدينة حلب المكلف في ملف الطحين. شكرا جزيلا. مر التتار وذهبوا، مر الصليبيون وذهبوا، مر الاستعمار الفرنسي وذهب. عامان والنظام يهدد أهالي حلب بالحصار، كانوا 200,000 فأصبحوا أكثر من 400,000. ستبقى حلب وسيذهب النظام. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وإخراج هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين. كما أشكر منظمة المغتربين السوريون الراعي الرسمي لهذا البرنامج. أستودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية.